GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نعرف وضع الأصوات أو الأوديو داخل الفلاش CS5.5. الفلاش بيدعم أشهر امتدادات في الصوت، ومنها أربع امتدادات تقريبا: الويف والإمبي 3 والاي اي اف اف واي اس ان دي. ايه بقى الاربع انواع دول، وازاي اعرف اعملهم امبورت والحاجات دي كلها؟ عندي من قائمه فايل عندي امبورت. لما اجي بقى باخد اوديو او صوت، باخده كاي زي اي عنصر تاني، امبورت تو ستيج او امبورت تو لايبرري، مفيش اي مشكله خالص. في حاله انت لو قافل اللاير بتاعتك، لو جيت رحت على الفايل وجيت امبورت، هيقول لك الامبورت تو ستيج مقفوله. ليه؟ لانك انت قافل اللاير بتاعتك. فاحنا دلوقتي هنعمل امبورت تو لايبرري ونعرف الامتدادات بتاعنا. عندك في الوركينج فايلز عندك اربع انواع من الامتدادات بتاعتك: عندك الام 3 وعندك الاي اي اف وعندك الويف واي اس ان دي. الام 3 ده معروف، الويف ده معروف، دي امتدادات بتاعت الموسيقى او الاصوات عامه بصيغه الام بي 3 او الويف. انما الاي اي اف ده امتداد مختلف شويه علينا، والاي اس ان دي ده السورس فايل بتاع اعتقد الساوند بوث. ممكن ياخدوا على بعضه، لو انت عامل فيه ميكسنج للاصوات بتاعتك ياخدوا على بعضه ويشغلوا، مفيش مشكله. تعال نعمل اول واحد. طبعا قايل امبورت تو اللايبرري، هاخد الاربعه دول مع بعض كده واروح قايل لهم اوكي اوبن. ولو جيت هنا بصيت على الامتدادات في الامبورت، هبص الاقيها كتير قوي. عندك الفيديو كل ده من اول هنا كده لتحت، كل ده فيديو. الصوت عندي اي اي اف اف، والادوبي ساوند دوكيمنت او الساوند بوس اعتقد، يعني انا ما بشتغلش اصوات قوي بس تقريبا هو كده. الام بي 3 الويف، بعد كده الايمج بجميع حالاتها، كمان الاس دبليو اف، عندك الاوتوكاد، ممكن ملفات الاوتوكاد، ممكن ملفات الاكس اف جي ممكن هنتكلم عليها، ممكن البي اس دي على بعضه، ممكن السويفت 3 دي امبورتر. امبورتر ده الفايل اللي بيطلع من الماكس 3 دي ستوديو ماكس، او في برضو برنامج اسمه سويفت 3 دي ممكن يشغل الامتداد ده، بيطلع لك بالامتداد ده بالظبط. ادوبي الستريتور الاي اي بتاعه او السورس فايل بتاعه. عندي بقى في اللايبرري ممكن لما بشوف الـ الاصوات بتاعتي بالشكل ده واتنقل بينها، بيكون العلامه بتاعتي على شكل سماعه بالشكل ده. وطبعا هي بيجيب لك الاسم، لو دبل كليك عليه بتبتدي يتغير الاسم، مفيش مش هقول لك لا، هنسميه جي اف اكس مثلا. وطبيعي ان هو بيرتبهم لك ابجدي من A to Z. النيم هنا العكس كده من الزد تو ايه، وكده من الاي تو زد. تمام. عندك بقى هنا بيديك الامتداد بتاعها. طيب وبعدين لما تيجي تضغط على اي واحده من دول بيبتدي يوريك الويف بتاعتك، الويف بتاعتك بالشكل ده ايه هي. تمام. وعشان عايز تسمعها بروح على حته بلاي دي واقول له بلاي 1 2 3، وهنا برضو اسمعها برضو نفس الحكاية كله. هبقولكش لأ. كويس. ممكن هنا ستوب، وممكن من تحت من هنا. طبعا دي ادوات اللايبرري واحنا اتكلمنا عليها قبل كده. طيب لو جيت انا ضغطت على الاسم الملف نفسه بيعمل لي رينيم، بس لو جيت ضغطت دبل كليك على علامة السماعة بيفتح لي
الاوبشنز اللي منها اقدر اتحكم في خواص الصوت بتاعي اللي هي ايه الكومبريشن. بيقول لك طبعا هنا الاوبشنز بتاعك، الملف اسمه وامتداده ومكانه فين على الجهاز بالظبط، وانت ضفته امتى بالدقيقه واليوم والتاريخ وكل حاجه، وبعدين مساحته قد ايه وهو كام هرتز وكام بت. طبعا الاصوات تتقاس بالهرتز والبت في جوده ونقاء الصوت، وهنا مساحته بالكي كي بي يعني كيلو بايت، مساحته 64 كيلو بايت. هنا لما نضغط على كومبريشن ونقول له اختار لي واحده من دول، يعني ايه اختار لي واحده من دول؟ يعني بقول له اتعامل مع الملف ده على انه ام بي 3 او رو او سبيتش او ADBCM. ونشرح الاربعه دول بسرعه. ADBCM دي بيديك الكواليتي بتاعتك، بتقدر تتحكم كل واحده طبعا من دول ليها كواليتي، تقدر تتحكم من في الحاجات دي كلها من خلال اول واحد. طب اول واحد ده بيديك، نسمع الاول تيست من هنا. لا خلينا في الموسيقى عشان نسمع الكواليتي احسن من كده. تيست. ستوب. عندك هنا كونفرت تو كونفرت ستيريو تو مونو، يعني بقول لك بدل ما هم السماعتين هيطلع لك الصوت، هيطلع لك من سماعه واحده او من السماعتين مع بعض، مفيش افكتات. يعني في موسيقى دايما بتبقى جايه من اليمين للشمال، وبعدين يجي لك مثلا من اليمين بس يطلع لك صوت، وبعدين من الشمال صوت تاني. لا هو كده بيطلع لك كل الاصوات من السماعتين او من سماعه واحده لو انت عندك. يعني مجرد ما بتعمل دي كده بيطلع لك بقى، بياخد لك وضعه الطبيعي في الموسيقى، بتطلع لك بقى الافكتات وكل حاجه، وبناء عليه الكيلو بايت بتاعتك او مقاس او حجم الملف ده بيكبر، انه خلاص بيفعل لك كل الافكتات. بص هنا 4150 كيلو بايت، يعني تقريبا 4 ميجا. لو انا خليته من سماعه واحده النص على طول، تمام. فانت من هنا بتقدر تتحكم في خواص الصوت وفي حجم الصوت بتاعك، لان طبعا الفلاش متخصص في الويبات، فطبعا هم عملوه بطريقه ان هم يقدروا يتحكموا في كل حاجه خاصه بالحجم. نفتح دي. خليت وضعها عندي على السماعات، انت هتسمعها عندك وهتعرف الفرق. هنا السامبل ريت طبعا اعلى جوده 44، ومن هنا البيتس بتاعتك من 4 من 2 ل 5. لو جيت مثلا جيت هنا ورحت قايل له اديني 5 هرتز والتست، صوت وحش جدا وفي زنه. هو 44 الصوت بقى كويس جدا، بس طبعا كل ما الصوت بقى احلى كل ما بيطلع لك في حجم الملف جدا. بص هنا لما جيت اخترت اعلى حاجه 44 و5 بت، وصل لي لكام؟ ل 10 ميجا الملف ده بس لوحده. طبعا لو انت شغال على ابلكيشن برنامج على الديسكتوب عادي براحتك مفيش مشكله، انما لو شغال على ابلكيشن على الموبايل او الويب سايت ما ينفعش ده كده خالص نهائي، تمام. انت بتقدر تعمل كومبريشن بالشكل ده. تست. طب عندك الام بي 3، الام بي 3 ده بينفع دايما الموسيقى زي اللي احنا شغالينها دي. اختار دايما ام بي 3 للموسيقى عشان يديك اكفأ معدل في الكيلو بايتس او الهرتز او القرايه نفسها والتعامل مع البرنامج نفسه، لان هنا بيديك الكي الكيلو بايت بير سكند، بتلاقيها عندك لغايه 128 160، وعندك الكواليتي نفسه بيعلى معاك الفاست او الميديم او البيست.
لو انا جيت وخليته مثلا 16 وتقريبا ده الكواليتي اللي بيشتغلوا عليه على الويب سايت، نقول له تيست، لو ملاحظ بتلاقيه بيحمل شويه. خد بالك ان الملف ده حجمه اصلا تقريبا 4 ميجا، وصل لي هنا كام؟ 376 و4 من 10 كيلو بايت، اعتقد ان اقل من الخمس، اقل من الخمس او اقل كمان، او السدس. ممكن اتحكم هنا كمان في البيست، طبعا هنا البيست شويه بقى الكواليتي احسن. تيست، بقى احسن شويه. او لو انت بقى عايز ترفع خالص، هو ال 128 ده الكل يعني جميع الاغاني اللي بتيجي من متسجله او من ستيريو كويس بيبقى بصيغه 128. لو انت عايز ترفع عن كده بترفع، طبعا بص هنا وصل ل 3 ميجا على طول. تيست، ودي احسن كواليتي. واحنا زي ما قلنا دي بتتعامل مع الموسيقى. تالت حاجه الرو، دي احسن حاجه خالص، دي اعلى حاجه خالص. وهنا حتى يمكن انت ملاحظ ان هو هنا في 50% من الاوريجينال لو انت معلم على المونو، قايل له اقرا لي كمونو، فبيقول لك انا مديك 50% بس من قدرات الاوريجينال بتاعك، فايل بتاعك. لو انا جيت بالك، بص الملف وصل فين، 16 ميجا، 16 ميجا، مجرد بس اللي انا اخترت الرو بس. طبعا الكواليتي عالي جدا. لو جيت شلت ده ابص الاقي ايه، عالي في الضعف، 33 ميجا الاغنيه دي بس. تمام، نقول تيست ونشوف. الاغنيه بقت اعلى، الافكتات بيها بقت واضحه اكتر. بس طبعا ده ما ينفعش خالص في الرو ده. الرو ده ممكن تستخدمه في الحاجات اللي هي اللوبس، يعني الموسيقى القصيرة جدا اللي بتتكرر دايما من تلقاء نفسها، يعني في البروجكت، او خليك على الام بي 3. سبيتش ده بيستخدم لو في كلام زي الملف اللي فات اللي هو الكاونتنج. لو استخدمنا فيه السبيتش هيبقى كويس. تمام، لان هو بقى مش بيديك بقى مونو ولا حاجه، ده هو بيتعامل بحاجه واحده بس من الخمسه للاربعه واربعين. ونعمل تيست، 1 2 3، ده مش محتاج اي حاجه خالص. يعني هو مساحته هنا 30.4 كيلو بايت. انا عايز اشوف مساحته اصلا ايه، ميجا، مساحته بره ميجا، ميجا 59، هايل. فالكمبريشن ده مهم جدا، دايما دايما لما تيجي تعمل امبورتنج للاصوات بتاعتك لازم تعدي على المرحله دي. تمام، تبدا تظبط صوتك وتبدا توصل لاحسن اعدادات ليها. من هنا ممكن امبورت، لو انت عايز تغير الملف ده لملف تاني، تشوف الملفات اللي انت عايزها وتختارها على طول، بيعمل لك البليس ده مكان ده. ولو انت مثلا بره في نفس المكان وحبيت تغير حرف مثلا او تغير الاسم بتاعه، مجرد ما بتعمل ابديت بيبتدأ يجيبه لك على طول. طيب جميل، يبقى اوكي. دي طريقة الإعدادات أو إنك تشتغل على خواص الصوت نفسه. طب أنا عايز أستخدم الصوت بتاعي على التايم لاين إزاي؟ المفروض أكون فاتح دي وبروح ماسك أي صوت من دول وأروح جاي ماسكه كده وحطه على أي حتة في الاستيدج. لو أنت ملاحظ هنا فوق هتبص تلاقي
في شرطة كده، يعني في هنا موجة بس للأسف مش لاقي أي مساحة عشان يفرد عليها، فأنت بتاخد له مساحة. المفروض تبقى عارف المساحات بتاعتك أهو، لغاية لما الموجة بتبقى ضد كده مفيش أي موجة خالص، ده خلاص انتهى الصوت بتاعه. لو جينا عملنا كنترول انتر، 1 2 3 1 2 3 يبدأ يعيد نفسه، تمام؟ يعني انت بيمشي عادي جدا زي اي حاجة في الفلاش، وبعدين بيرجع يعمل لوب لنفسه. لو انت مش حاطط له كود زي ما هناخد بعد كده في الاكشن سكريبت، مش حاطط له كود ستوب، يبقى هده انه يعيد في نفسه على طول. طول ما الموجة عندي ديد بالشكل ده او خط مستقيم، ما يبقاش فيه اي صوت. نفس النظام بتاع اي جراف، نفس النظام بتاع الموشن ايتور لو فاكر، مفيش اي حاجه كده خط مستقيم يبقى مفيش اي صوت. لو عايز اشوف احسن من كده، ممكن اروح من فوق من على التايم لاين واقول له اظهر لي الفريمات او التايم لاين اكبر شويه، ميديوم او لارج او بريفيو، ده اعلى حاجه بيوريك التايم لاين كبير قوي. ممكن ترجع للنورمال، وممكن كمان عن طريق دبل كليك هنا. لو دبل كليك هنا على الاسم هتعمل رينيم، ماشي ساوند. لكن لو دبل كليك على حته الفولدر دي او اللاير دي، علامه اللاير دي، هيظهر لك بوكس كده لاير بروبرتيز، وتقدر تختار اللاير هايت من هنا ان كان 200% ضعف، او ان كان دبل كليك 3 اضعاف. كده وصلنا لشيء ممتاز. دبل كليك بقى ونرجع تاني لل 100%. دايما الويف او الساوند بتاعي عموما بيستقبله كي فريم فاضي، بلانك كي فريم زي ما احنا متعودين. ودايما لما باجي بضغط على البلانك كي فريم، ممكن اختار الساوندات اللي عندي في المكتبة من الحتة دي. هيظهر لك دايما لما تيجي تختار التايم لاين هو فيه صوت بالشكل ده، امكانيات الاصوات او الساوند هنا بيفتحوا لك بالشكل ده، وتبدأ تختار اي ملف من عندك. لو انت عندك هنا 90,000 ملف، هيجيبهم لك ورا بعض عن طريق اروز كده وتنزل بينهم، مفيش مشكلة خالص. ممكن اغير، انا حاطط ده، انا عايز احط ده دلوقتي، بس طبعا دي كبيره، تاخد بقى مسافات انت بقى وشطارتك يعني، لان دي اغنيه كبيره شويه. لسه الويف شغال، انا بعرف اهو الويف طالما شغاله معايا يبقى الاغنيه لسه شغاله، وهكذا لغاية لما بتلاقي ديد كده، يبقى هنا مثلا النهاية. انا بضغط على شيفت و اف 5 عشان اخد التايم لاين الزيادة ده كله. شايف هنا وصلت لحد 4400. طبعا ده في التعامل مع الابليكيشن بس، لو انت عايز تحط بقى موسيقى وتدلع كده البروجكت بتاعك مفيش مشكلة، انما اوعى في الويب تحط حاجة زي كده. الويب سايت بتبقى حاجات بسيطه صغيره كده بتعمل لوب مع نفسها، يعني مثلا لا تتعدى مثلا ال 30 فريم يعني، وبتعمل لوب مع نفسها على طول. انما ده طبعا ده حاجه كبيره جدا وضخمه يعني. ممكن يتعمل النظام ده بنظام الاكس ام ال، النظام اللي هو برمي ملف من بره وبخلي البلاير بتاعي او الام بي 3 بلاير بتاعي بيقراه عن طريق لغه الاكس ام ال من خارج الملف ده خالص، عشان ما اكبرش حجم الويب سايت بتاعي. باجي هنا وبضغط عليه، طبعا دي خلاص عرفناها. لو عايز تحط افكتات عليه بتحط من هنا، عايز تظهره من الليفت شانل بس، عايز تظهره من الرايت شانل بس اللي هو السماعات عندك يمين وشمال الاستيريو الحته بتاعت الكمبيوتر. لو عايز تعملها فاد ان فات تو رايت يعني من الشمال لمين، او فات تو ليفت من اليمين للشمال، او فاد ان اللي بتبقى مفيش يعني الصوت بيبقى واطي جدا من يظهر، او الفاد اوت اللي هو بيبقى عالي وبعدين وهي بتنتهي
بيقل بيقل لغايه لما يختفي. اول كاستم بضغط على كاستم زي ما انت عايز بقى من اديت انفلوب، تحط بقى اللي انت عايزه. دي البدايه بتاعتك، دي السماعتين، السماعه اليمين فوق والشمال اللي تحت، ممكن من بلاي تضغط هنا ستوب او بتكبر شويه مساحه الرؤيه او بتصغرها، تصغر بقى زي ما انت عايز. ومن هنا كمان بتقول له السكند، اتعامل لي بقى بالثواني او بالفريمز. بص لما اضغط على السكند بيختار انت معاك هنا 5 سكند، تمام؟ لو انت بالفريمات يبقى ده لغايه 100 فريم او 100 وشويه. حابب بقى والله تقول تختار اي حاجه من هنا، من هنا مفيش مشكله. حابب تديله بقى تقول له مثلا يظهر لي في السماعه الشمال او اليمين من الاخر، وبعدين تروح جاي ماسك اي نقطه بالماوس عادي خالص، وتروح قايل له مثلا اول 3 ثواني دي السكند، ثانية 2 3 4 5، ونقول له مثلا دي أول 3 ثواني بيعلى معايا شوية لغاية ما يوصل للآخر أعلى حاجة. وممكن نشيل دي خلاص، روح ماسك ده ونزله تحت كده، تمام؟ زي ما انت عايز بقى تبدأ تضيف من عندك. الايفنت دي حاجه مهمه بقى جدا. الايفنت الستارت ده الستايل او تعامل البرنامج ازاي مع الويف فايل بتاعك او الام بي 3 او الساوند بتاعك. هو بيتعامل الفلاش مع الساوندات باربع طرق: الايفنت، ستارت، ستوب، ستريم. الايفنت ده يعني لو انت مشغل موسيقى ام بي 3 او ويف ما تستخدموش خالص، تمام؟ ليه؟ لان هو بيكرر نفسه تلقائي. حتى لو انت حاطط اصوات جوه ملف انيميشن، يعني مثلا واحد بيتكلم وانت بيخليه بيتكلم بطريقه معينه وبعدين بقه بيتحرك، هتبص تلاقي انت عامل ستوب وراح جاي برضو عايد نفسه. يعني هتلاقي انت عامل ستوب عند حته معينه عند الفريمات بالاكشن سكريبت، وخلاص هو هنا نهى الجمله ما تعيدهاش، هتبص لها راح عايد لك تاني. ده بيستخدم في المقاطع البسيطة واللي ماشية على طول مع التايم لاين، يعني ما فيهاش إعادة. الستارت ده بتبقى كويسة قوي علشان أي حاجة فيها لوب، أي حاجة فيها لوب يعني بتتكرر لوحدها، واحد بيتكلم، أغنية شغالة، فبتقول له أنت اعملها لي من نوع ستارت. هنا بيديك عفوا، هنا بيديك امكانيه في الستارت او الايفنت. كل واحد طبعا الريبيت بتاعته واللوب هيعمل ريبيت قد ايه. قول له والله اعمل لي 5 مرات، اعمل لي 1000 مره، تمام؟ بس اللي خليك تعمل 1000 مره اعمل له لوب بقى وخلاص، يعني عيد نفسك، تمام؟ او عيدها لي بس الاغنيه مره او 2 او 3 مش اكتر من كده. فالديفولت بتاعها 1. ده بالنسبه للستارت. بالنسبة للستوب طبعا ده بيوقف عند الفريم ده، بيقول لك هنا وقف الموسيقى، بيوقفها خالص. هنا طبعا ده الستريم، ده بيستخدم عشان تسمع الموسيقى هنا على التايم لاين. لما اجي احرك ده كده ما كانتش ظاهرة، يعني لما كنت على الستارت عملت كده انا مش سامع حاجة، وهكذا برضو في كله. انما الستريم ده بيعمل كده، وده بيبقى مفيد جدا في الانيميشن لو انت بتعمل بروجكتات انيميشن وانت شايف بقى بتعمل بلاي كده وشايف الحركه، تمام؟ تسمع بقى الصوت من غير ما تقعد تعمل تيست وبتاع والكلام ده. ليه؟ لان ممكن بروجكت الانيميشن يبقى كبير شويه، تقعد ايه اقعد بقى يحمل لك وتسمع بقى الموضوع من اول الفيلم خالص. لا انا مش عايز كده، انا عايز حته معينه اقعد اسمع فيها.
مظبوطة ولا لا، فبعمل كده. تمام. يبقى ده بالنسبة للتحكم في خواص الصوت من هنا، ومن خلال جوه، من خلال الكمبريشن بتاع الموسيقى نفسها. دي على فكرة دي الاكشن سكريبت اللي ممكن تتحكم فيها لو انت هتستخدم الملف ده داخل الاكشن سكريبت، وهتستدعيه من داخل الاكشن سكريبت، لازم تعمل دي. اوكي، بس ده مش وقته. لو انت بقى تخش على الاكشن سكريبت شوية ومتابع هتعرف الكلام ده كله. عايز استخدم الساوند بتاعي بقى في حاجة غير التايم لاين بالشكل ده، عايز استخدمه في بوتون مثلا. دايما بلاقي في الويبات لما اجي بروح على بوتون يطلع لي صوت كده وبتاع وشغل حلو يعني. تعال نستفيد من البوتونز اللي عندنا، كومون لايبلري، وفي هنا ساوندات على فكرة هنشوفها، وفي البوتونز. تعال افتح البوتونز واختار اي بوتونز في دول، اي بوتون في دول، وابتدي اعمل له دراج بره اي حاجه. سيمبل، هاد صباع الموز ده. المفروض ان ده من نوع بوتون فوق اهو. تمام. لو جيت عليه ضغط دبل كليك عليه هلاقي طبعا حالات البوتون جوه. طيب ده شيء حلو جدا. طب ايه بقى المفروض انا اعمله؟ والله بقى بقول لك انا عايز لما اروح على الماوس على الزرار ده يعمل لي صوت. فطبيعي اللي احنا خدنا قبل كده ان اي حاجه بتروح عليها كده بالماوس بيبقى اسمها اوفر. بعمل لاير جديده ايا كانت مفيش مشكله، بس يستحسن تكون فوق. ولو انت عامل لاير اكشن سكريبت بتبقى تحت اللاير اكشن سكريبت، بتقول ساوند وبتروح على الاوفر وبتعمل انسرت بلانك كي فريم، وبعدين بروح رايح. شايف هنا طالما في بلانك وفي حاجة في كده عايز تحط مثلا صوت، بتبص هناك هتلاقي حاجة اسمها الليبل وحاجة اسمها كده والكلام ده كله. في الساوندات هتبص تلاقي هنا فتحت لك بالشكل ده، فانت تروح عامل تختار واحدة. طبعا هتبقى حاجة بسيطة يعني، دي اغاني يمكن كبيرة شوية، بس هتبقى حاجة كده زي كليك، صوت كليك مثلا، صوت ويف بسيطة كده. تعال نعمل من كنترول انيبل سيمبل بوتون. كده شغال لي الموسيقى زي ما انا شفت، وغير ما بروح عليها بقى. طبعا ده كيان لوحده مالوش دعوة بالتايم لاين اللي بره، ده هو بيقرا من جوه مين؟ البوتون. عشان كده لما تيجي نعمل انيميشن حد ماشي مثلا، ولا حد بيتكلم، ولا صوت نقط بتنزل، ولا اي انيميشن في الدنيا، دايما حط الساوند بتاعه جوه الاوبجكت بتاعه. لو انت عامل موفي كليب بتفتح الموفي كليب ده وبتحطه الساوند بتاعه الخاص داخل الموفي كليب بتاعه، عشان تقدر تظبط كل حاجة في مكانها، ما تحطش بره على التايم لاين كده كله، الا إذا لو كان في موسيقى عامة للبروجكت بتاعك. هنيجي نقفل السيمبل بوتونز ده لو ضغطت عليه، أو رحت له مش هعمل أي حاجة. وعايز بقى أستفيد من الأصوات بتاعتي الجاهزة من هنا من داخل الكومون لايبرز. عندي أصوات كتير بس لذيذة جدا، ممكن اكبر ده شوية واروح بقى اجرب كده. صوت ناس بتلعب باسكت بول. صوت مية. صوت كلب بينبح. لا
عندك براحتك بقى، انت عندك حاجات كتير. صوت تقريع، واحد بيكرع لسه واكل. يعني بلاش دي، نفسرها عشان ما نروحش في داهية. واضرب. انا شخصيا يعني بصراحة بحب اسمعك من فترة تانية يعني. وانت بقى دي كويسة اوي لأفلام الكرتون، لو حد ماسك سيف او حد بيضرب بحاجة. حتى اسمها سورد هيتس، يعني ضربات سيف. دي بالنسبة للأصوات الجاهزة. برضو طريقة التعامل معاها، بتبدأ تحطها في التايم لاين على شكل هنا بالشكل ده، تعمل لك ريبليس على طول على اللي موجود. جميل. يبقى انا مسكتها طلعتها بره كده الستيج، ورحت جاي منزلها تاني اهي. طبعا كل ويف بتديك الايراد بتاعتها فوق، وانت مجرد بتعمل بلاي بتسمعها بالشكل ده، لو انت عامل طبعا ايه ستريم. باقي الجزء الاخير، عايز بقى استخدم الاصوات دي داخل ملف يكون داخل انيميشن مثلا. طيب انا همسح ده مبدئيا، وهمسح ده بختار الصوت، وبعدين بروح لفوق بقول له نن كده، التايم لاين نظيف خالص. جميل. بصغر شوية التايم. ده انا طيرته خالص. ماشي. واجي هنا بقول له اديني حاجة جديدة من النيو، كنترول ان والتمبلت، وهختار انا فاكر ان كان في شخصية كرتونية او حاجة كده. تقريبا هنا ليبسينج اوكي مان سيمبل. ماشي، ممكن ناخد ده ونشوف الاخ ده بيعمل ايه. الاخ ده بيمشي، خليه معانا. ونفتح واحدة كمان من كنترول ان او من نيو، وناخد الليبسينج، وناخد المنو دي كمان. بانينج كويس، حاجات هناخد دي المنيو، ونركب على كل واحدة فيهم الأصوات بتاعتها. عايز اخد الصوت، لو لقيت صوت خطوة هاخده من فوق، بعمل نيو لاير وبقول دي الساوند، وباجي بضغط على البلانك فريم بيبدأ ينزل لي الساوندات. طبعا الساوندات انا هنا في نيو بروجكت، فانا عايز حاجة موجودة من كومن لايبرري، باخد الساوندز، ومثلا مثلا كرتون هيومن. هو يعني تقريبا ما فيش خطوات اي فوت ستيبس. ممكن دي
هات دي واحطها هنا، وافرد التايم لاين شويه عشان اشوف كده. تعال نعمل تيست ونشوف. تمام، الخطوات هنا مش ظاهره بالطريقه اللي احنا عايزينها، فباجي اعمل بريفيو وباجي بشوف تبدأ بقى انت تعمل ترحيل بقى للحاجة بتاعتك لغاية لما توصل ان الصوت يبقى مع الخطوة. طبعا انت المفروض بتبقى الحركة بناء على صوت، ما بتعملش زي كده يعني. دلوقتي عشان انا بشرح فانا يمكن مش مجهز حاجه قوي معايا دلوقتي، انما انت قبل ما بتحرك في الانيميشن بتاعك تمام لازم بيكون عندك الصوت الاول اللي بتحرك عليه، يعني صوت الخطوات وانت بتحرك بعد كده، مش العكس، مش انت بتحرك وبعدين تركب الصوت. تمام، هنا مثلا برضو نفس الحكايه، هي هتبان لك هنا قوي لان هنا السوق الملف ده جاهز. تعال نعمل بلاي ونشوف. تست. لو جيت بصيت على البريفيو هتبص تلاقي هنا في كل فريم من دول شكل الماوس مديهولك بالشكل ده. طبعا الماوس بيظهر لك هنا الصورة هنا، شايف لما باجي بضغط على الفريم نفسه بيظهر لك الموفي كليب اللي هو محطوط هنا. فانت الكرتون ده بيبقى نظامه فريم باي فريم زي ما قلنا قبل كده، وبعدين بتبدأ تمشي مع الفريم فريم بشكل الماوس في كل فريم عشان تقدر تظبط صوتك بالشكل ده. جميل، المنيو دي كلها موفي كليب، لو ضغطنا ضغطة بتلاقي، بلاش لحسن دي ممكن تلخبطك أوي، دي ممكن تلخبطك، أنا مش هشرحها لأن دي لو دخلت في الأيتمز والكلام ده فأنا مش عايز أخش. خلينا أهو هي واضحة. المنيو دي مثلا لو أنا جيت مثلا جيت على دبل كليك ورحت جاي على، لازم اعمل لير جديده طبعا، وبعدين على الاوفر واقول له انسيرت بلانك فريم، واروح جاي من ملفات اللي موجوده معايا واقول له اي حاجه بسيطه جدا، يعني مثلا زي دي، دي مش بسيطة مثلا دي، وراح جاي شايدها له بره كده بعد ما اكون متأكد ان انا معلم فوق على فين، على الفريم بتاعي. لو جيت ضغطت تيست يدي هنا فريم، شايف انا لو لما كنا مختارين الستريم طبعا مش مديك حاجه لان ده مش مناسب للحاله دي. الحاله دي احنا قلنا قبل كده تنفعها الايفنت، يضغط ده ما بيحتاجش، يعني هو
بيروح جاي مخلص الأغنية أو الموسيقى، واقف على كده، ما بيعيد، ما بيعملهاش لوب. وممكن نجرب كمان الستارت، تمشي معاها برضو ما فيش مشكلة. دبل كليك، ممكن تعمل هايد لدي، خش جوه هنا، تعمل هنا فريم عشان التايم يمشي معاك كله. انسرت بلانك فريم وتقول له اختار لي دي، وتروح كمان عامل له في المنيو التالت انسرت فريم باف 5، وهنا انسرت بلانك فريم واقول له هنا وطلع دي مكانها فوق. تيست براحتك انت بقى، حط انت اللي انت عايزه على كل ايتم وعلى كل منيو من دول. دي كان كل حاجة بالنسبة للاوديو. خد بالك دايما، نصيحة اخيرة، عينك على حجم الملف، بالذات لو انت هتستخدم صور من بره او الاصوات بالذات بتبقى بتكبر شوية حجم الملف. دايما استخدم الاوديو كومبريشن عن طريق الدبل كليك من هنا. دايما اظبط الحاجات دي كويس واهتم بيها جدا جدا عشان تقدر توصل لاحسن نتيجة واحسن مساحة للعمل. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.